احنا ذكرنا ان الجرثومه هي منتشره بشكل كبير، قلنا 50% من البشر عندهم الجرثومه هذه، ويمكن عندنا في الاحصائيات النسبه اعلى. فالسؤال هو من المفروض احنا نسوي له فحص الجرثومه؟ طبعا احنا ننصح ان اي مريض يكون عنده التهابات في المعده، قرحه المعده، اورام في المعده، او اورام الغدد اللمفاويه في المعده، او يستخدم ادويه الام المفاصل بشكل مزمن، ننصح العينه هذه انهم يعملون تحاليل الجرثومه. اما الشخص السليم اللي ما عنده اي اعراض او يعني ما يعاني من اي شيء، بصفه عامه ما ننصحه انه يسوي تحليل الجرثومه. التحاليل المستخدمه لتشخيص الجرثومه تقريبا 4 تحاليل، منها تحليل النفس، تحليل البراز، تحليل الدم، واحيانا بالمنظار. يعني مثلا احنا في وحده المناظير ندخل بالمنظار عن طريق الفم، نروح ناخذ عينه من المعده، ويمدينا واحنا يعني اثناء المريض يعني واحنا نسوي منظار للمريض، بعد ما ناخذ العينه نسوي تحليل سريع، وفي نفس اللحظه نشخص الجرثومه. واحيانا لا، نرسل العينه للمختبر ونسوي يعني نجري عليها تحاليل وفحوصات، نفحصها تحت المجهر وناكد التشخيص بالجرثومه.